رايكم في البحث الذي قدمه سماحه الشيخ جلال الصغير في منتديات براكن، انه يقول انه ليس بشرط ان يكون اليماني من اليمن، وتدل بعض الروايات على ان اليماني من العراق، وهذا يخالف قول الامام الصادق عليه السلام مثل قول يوسف اذا ظهر السفياني من الشام واليماني من اليمن. وما رايكم؟ ما رايكم سماحه الشيخ؟ والسلام عليكم. عليك السلام ورحمه الاكرام. نعم. شكرا لك. نبدأ بإجوبة الأخ ثائر. ثائر سمحت الشيخ، بسؤال عن اليماني نبدأ بها. نبدأ بسؤال اليماني لأنه متصل بموضوعنا. نعم. كتاب للشيخ جلال الدين الصغير، قرأته كتاب الشيخ جلال. نعم. نزل اليماني أبعاده. الشيخ جلال إنسان. نعم. جيد طيب. نعم. أخونا وله قناعته. نعم. جايب الأحاديث التي تنص على أن اليماني من اليمن. نعم. و جايب بعدين حديث ربما يفهم منه أنه لا يشترط أن يكون وذاك مرسل. نعم. إذن الأحاديث التي تقول اليماني من اليمن وقبله بصنعاء كاسر عينه وبغيبة الطوسي وظهور اليماني من اليمن وخروج. نعم. اليماني من اليمن، ما يمكن أن نتنازل عن بلد اليماني وحركته بمثل بعض الروايات التي هي أقل قيمة أو سندا أو مراسيل. وله احترام، نحترم رأيه، وأنا أقول أن اليماني من اليمن ويحكم اليمن. وشكرا. مخطوطة كلش مهمة أخرجتها العتبة الحسينية في مركز الدراسات المتخصصة في الإمام المهدي، اسم الكتاب كمال الدين وإتمام النعمة، طبعا للشيخ الصدوق، سنة المخطوطة 1015 هجرية، أي في عهد الدولة الصفوية، وهي أقدم مخطوطة في مخطوطة لإكمال الدين وإتمام النعمة، محل الشاهد صفحة 277. فيما أورده أو فيما خرج في باب فيما خرج عن الإمام الباقر عليه السلام في الإمام المهدي، رقم الحديث السابع، إنه ومن علامات خروجه خروج السفيان من الشام وخروج اليمان من اليمن. خروج اليمان من اليمن بدون قوسين، إذن وضع القوسين هي من عمل النساخ، وليس كما يشاع بأن ما بين القوسين هو من عمل النساخ، بالعكس القوسين من عمل النساخ. وصيحة من السماء في شهر رمضان، ومناد ينادي من السماء باسمي واسم أبي، محل الشاهد خروج اليمان من اليمن بدون ما أكو قوسين، وهي أقدم مخطوطة في هذا الباب.